بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. أعزائي التلاميذ، درس اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا، درس اليوم لندخل القسط بعنوان حق الغائب، العفة والحياة. وقبل أن نشرع في توضيح مراحل هذا الدرس، لابد أن نمر إلى النصوص التي افتتح بها الدرس. النص الأول هو نص الابتداء من سورة يوسف، يقول فيه سبحانه وتعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذه الآية لها علاقة بدرسنا. من حيث ماذا؟ من حيث أن النبي الله يوسف عليه السلام قد منعه منها ارتكاب هذه الفاحشة مع امرأة العزيز، العفة والحياة، وذلك يدل في قوله سبحانه وتعالى: فاستعصم. فالاستعصام هو التمسك بالعفة والحياة. فيوسف عليه السلام تسامى عن الروابات وترفع عن الشهوات واستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، واستحيا أولا من الله سبحانه وتعالى، ثم ثانيا من العزيز الذي أكرم مثواه. أما النصوص الانطلاق فما نصان؟ النص الأول يقول في عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دائما: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء يشمل الدنيا والآخرة. ففيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الهداية والتقوى، وسأل العفاف، وسأل الاستغناء عن الناس جميعا. فهذا الحديث من جوامع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. مثله مثل الآية الكريمة التي رأيناها في درس سابق، حين قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما النص الثاني فعن زيد بن طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. ربما تستغربون من كلمة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ثلاثة أنواع: الحديث من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى من حيث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم إضافته، ثلاثة أنواع: حديث مرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث موقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، وحديث مقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي. نعم، فما أضيف بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه نجد في نهايته قال صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الصحابي نجد في آخره قال فلان الصحابي، يعني كأبي بكر وعمر وغيره وهكذا. إذن فهذا الحديث يبين أن الحياء أسمى الأخلاق السامية في الإسلام، في العقيدة الإسلامية. والآن ننتقل إلى توضيح شرح الدرس، وسنتكلم فيه على هذه المحاور. أولا، العفة مفهومها وتجلياتها. ثانيا، الحياء مفهومه وتجلياته. ثم العلاقة بين العفة والحياء. نعم، بالنسبة للعفة، العفة لغة من عفة الشيء إذا تركه وابتعد عنه وكف عن طلبه لما فيه من ضرر، لما فيه من مكروه. أما اصطلاحا فهي كف النفس عن المحارم، هي كف النفس عن المحارم وعن كل شيء لا يليق بالإنسان أن يتلفظ به أو يفعله. نعم، ومن مظاهر العفة وتجليتها، من مظاهر العفة وتجليتها عفة النفس. كيف تكون عفة النفس؟ تكون عفة النفس بتهذيبها وتزكيتها وتنقيتها من أهوائها وشهواتها، وتربيتها على الفضائل ومكارم الأخلاق. هذه عفة النفس. ثانيا، المظهر الثاني عفة الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا فأنت مسؤول عن سمعك، ومسؤول عن بصرك، ومسؤول عن لسانك، ومسؤول عن يديك، ومسؤول عن أقدامك. نعم. ويكون كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن لا تستخدم سمعك إلا في ميرض الله، ولا تستخدم بصرك إلا في ميرض الله، ولا تستخدم يدك إلا في ميرض الله، وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والسمع يزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، وهكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ثالثا، عفة البطن. المظهر الثالث من مظاهر العفة، عفة البطن، بمعنى اجتناب المحرمات من الطعام والشراب والاكتفاء بالحلال ولو كان قليلا.
قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحذر من الحرام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والسحت الحرام. المظهر الرابع: عفة الفرج، وذلك بحفظه من كل الفواحش الجنسية، من الزنا وغيره، من الزنا وكل ما يؤدي إليه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. ويقول سبحانه وتعالى مخاطب النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المظهر الأخير من مظاهر العفة: العفة في المعاملات، وذلك بطلب الرزق والابتعاد عن المحرم كالربا والسرقة والغش والاحتكار وغير ذلك، والاحتيال والنصب وغير ذلك، وأكل أموال اليتامى. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا عن العفة. فماذا عن الحياء؟ الحياء في اللغة الحشمة والاحتشام. أما الصراحة فهو امتناع النفس عن القبائح، امتناع النفس عن القبائح والتقصير في حقوق الغير، خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له من خلال استحضار مراقبته. ومن مظاهر العفة وتجلياتها نتطرق لأربعة مظاهر. أولا: الحياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء من الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بحيث يجدك الله سبحانه وتعالى في الأماكن التي أمرك بها ويفتقدك في الأماكن التي نهاك عنها. ومن أمثلة الحياء من الله سبحانه وتعالى رأيناه في درس سابق، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما رأيتم حينما كان يغتسل كان لا يستطيع أن يقيم أوده حياء من الله، أن يقيم صلبه حياء من الله سبحانه وتعالى. المظهر الثاني: الحياء من الملائكة. لماذا؟ لأنها دائمة الحضور معك. قال سبحانه وتعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. المظهر الثالث: الحياء من الناس. كيف ذلك؟ بكف الأذى عنهم وعدم المجاهرة بالقبيح من القول معهم، بسبهم أو شتمهم أو تغليظ القول معهم. المظهر الأخير وهو الحياء من نفسك أنت. الحياء من النفس وذلك بأن تجنبها المعاصي والآثام وأنت في خلوة، وذلك كله خشية من الله سبحانه وتعالى. ما العلاقة بين العفة والحياء؟ هل هناك علاقة تربط بين العفة والحياء؟ نعم، هناك علاقة وطيدة تربط بين الحياء والعفة، ارتباط الفرع بالأصل، فهما وجهان لعملة واحدة، بحيث لا يمكن أن نستغني إحداهما عن الأخرى. فلا عفة بدون حياء، ولا حياء بدون عفة. بهما يرتقي المؤمن إلى مراتب الإحسان، ومن فقد الحياء بالقول والعمل فقد العفة كذلك. آخر محور في هذا الدرس هو ثمرات ونتائج العفة والحياء. أولا: العفة والحياء ينتقلان من الشخص من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، ثم إلى نفس مطمئنة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال سبحانه وتعالى عن النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال سبحانه وتعالى عن النفس المطمئنة: نفس المؤمنين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثانيا: الثمرة الثانية أو الفائدة الثانية: العفة والحياء هي هما عماد الأخلاق كلها. فالأخلاق كلها مرتبطة بالحياء والعفة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. ثم أخيرا: العفة والحياء أساس تحسين الفرد والمجتمع من الوقوع في الرذيلة. فبالحياء والعفة لن نسقط
في الرذائل كالدعارة والخيانة الزوجية والإجهاض وظاهرة الأمهات العازبات وظاهرة الأطفال المتخلى عنهم. كل هذه الأمور كنا سنتجنبها لو التزمنا بالعفة والحياة. وأخيرا فإن يوسف عليه السلام أصدق مثال على ما ذكرناه كله، فلولا حياءه وعفته ربما لسقط به الفاحشة، ولكنه رضي ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والسلام عليكم ورحمة الله.